براميل نظام توقع مجزرة بحق عائلة كاملة في حي الهلوك بحلب يوم أمس بالتزامن مع أذان المغرب. تنظيم الدولة يتقدم في مدينة الحسكة وريف رقة خلال المعارك مع وحدات الحماية الكردية. وحدات الحماية الكردية تستعيد السيطرة على مدينة عين العرب كوباني بالكامل بعد أيام من تسلل عناصر من تنظيم الدولة إليها. أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم مشاهدين الأكارم، هذه نشرة الأخبار تأتيكم من قناة حلب اليوم وإليكم التفاصيل. جددت طائرات نظام المروحية استهداف المناطق المأهولة والخارجة عن سيطرتها في مدينة حلب بالبراميل المتفجرة، حيث ارتكبت قوات النظام مساء أمس السبت مجزرة بحق عدد من المدنيين في مدينة حلب بالتزامن مع أذان المغرب. وقال مراسلنا إن طائرة مروحية ألقت برميلا متفجرا على الأبنية السكنية في حي الهلوك تحتاني، ما أسفر عن استشهاد عائلة مكونة من 7 أفراد بينهم أطفال وإصابة آخرين، فضلا عن أضرار مادية بالغة في الممتلكات. كما استهدفت الطائرات المروحية حيي جب القبة والأنصاري ببرميلين متفجرين أسفرا عن استشهاد طفل. وفي السياق ذاتها أدى سقوط برميل متفجر على حي الميسر صباح اليوم إلى وقوع أضرار مادية في الأبنية السكنية. قال المكتب الإعلامي لحركة أحرار الشام إن الحركة أمنت انشقاق 20 عنصرا من قوات النظام في مدينة حلب، وبث المكتب تسجيلا مصورا يظهر عددا من عناصر قوات النظام قالوا إنهم تمكنوا من الانشقاق من عدد من الثكنات العسكرية في محافظات سوريا مختلفة. ما جيت لهون على حلب، والله العظيم جيت على حلب وما كنت متوقع شوف لا طفل ولا مرأة ولا شاب مدني، كنت متوقع إنه كل شيء من السوار إنه شايل بارودي ويعني بس إنه غير اللي شايل بارودي ما في، مستحيل يكون بحلب. بس جيت شفت دمار، شفت أولاد، شفت صرت أتوراج على شغلات يعني ما كنا متصورينها، لأنه الشيء اللي يقولنا إياه ويحكولنا إياه هني أساس إنه المسلح اللي عم المرتزقة اللي جايتنا من برا سوريا. جينا لهوني وقت اللي شفنا هذا الشيء يعني تفاجأنا بكتير شغلات ما كان لنا خبر فيها. تنشق بتعطينا خبر، اتصل فينا بنشوف أنت وين بتخدم، ليش بدك تنشق، شو الأسباب وإيش الغاية منها، بناخذ تفاصيل منه وبنشوف على اين جبهه هو واقرب نقطه موجود فيها هو، بنروح وبنجيبه من هنيك. والامر ما سهل يعني، في شباب بعرضوا حياته للخطر بالنسبه لهالامور هي، واغلب يعني 90% و 95% من العساكر يعني كللت جيتهم بالنجاح ان شاء الله، يعني الامور كلها سليمه ان شاء الله. أكدت غرفة عمليات فتح حلب استمرار فتح الطريق أمام السيارات المتجهة إلى مناطق سيطرة تنظيم الدولة في ريف حلب الشمالي. وفي بيان لها نفت الغرفة ما أشيع عن استيلاء بعض الفصائل على سيارات المحروقات القادمة من مناطق التنظيم. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الرائد ياسر عبد الرحيم المتحدث باسم غرفة عمليات فتح حلب. مرحبا بك سيادة الرائد، أين وصلتم في موضوع الاتفاق على فتح الطريق مع تنظيم الدولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول 48 ساعة لأول مرة بعد الخروقات والضغوطات والأزمة المازوت المحروقات اضطرت غرفة عمليات فتح حلب لإنشاء حاجز وتوجيه الرسالة للتنظيم، مفادها بأن سنرسل المواد لأهلنا في المنطقة الشرقية وإن لم يرسلوا لنا سنقطع الطريق. ولكن بعد قضاء هذه المدة ورأينا أن التنظيم أرسل بعض الشاحنات تم دخولها باتجاه المواد، شاحنات قليلة أرسلها أهل الخير في من يسكنون في ذلك التنظيم، فاجتمعت مجلس شورى الغرفة وبالتشاور مع فصائل أخرى قررنا بالسماح واستمرار عبور المواد الإغاثية من مناطق التي سيطر عليها الجيش الحر والفصائل الإسلامية باتجاه التنظيم، لأن هو شهر كريم، شهر فضيل، هم أهلنا لن نتخلى عنهم، ستستمر هذه المواد باتجاه المناطق الشرقية. نتمنى أن يستمر هذا التنظيم بإرسال المواد.
ولكن وجهنا رسالة بأن مفاده بأن إلى كافة الفصائل بعدم التعرض لهذه المواد. لا فصيل، كافة المواد تشترى من الأسواق، تصل السيارة إلى السوق يشتري منها الفصيل، يمتلك المال بالسعر الذي يكون موجود. ممنوع شراء الوقود من المصدر، من الشاحنات. كان بعض الفصائل تشتري بالمال وتراضي، لا يجوز ذلك. وكذلك المشافي، الكل يشتري من الأسواق، وسيتم توثيق الحالات، أي خروقات سيحال المحاكم الشرعية، والحال التي لا توثق ندعو كافة الأشراف من الإعلاميين لتوثيق هذه الحالات وضبط أي فصيل يقوم بمحاولة أخذ وقود سيحاسب ويحال اللجان الشرعية وتوثيق والتشهير بهذه الفصيل. لا يجوز التلاعب بمعيشة المواطنين المدنيين. المواطنين المدنيين هم من تقع الأزمة عليهم، فنرجو من كافة الفصائل الابتعاد عن سيارة الوقود والسماح لها بالمرور إلى مناطق البيع والأسواق النظامية، ولا يجوز لأي فصيل. هذه قرارات غرفة عمليات فتح حلب، نتمنى من كافة الفصائل مشاركتنا ذلك وعدم السماح للمشاغبين الموجودين في هذه الفصائل بالتعرض لهذه المواد. نعم، شكرا جزيلا لك الرائد ياسر عبد الرحيم. أعلنت وحدات الحماية الكردية استعادة السيطرة على كامل مدينة عين العرب كوباني بريف حلب الشرقي، وذلك بعد اشتباكات مع مقاتلين لتنظيم الدولة كانوا قد تسللوا إلى المدينة قبل أيام. وقالت وكالة رويترز إن قوات الحماية قتلت ما يزيد على 60 عنصرا من التنظيم خلال المعارك الأخيرة في مدينة عين العرب. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن طيران التحالف شن 4 غارات جوية على مواقع لتنظيم الدولة قرب مدينة عين العرب، والذي أسفر عن تدمير 3 مواقع ومقتل 18 عنصرا من التنظيم. أفاد ناشطون بأن تنظيم الدولة سيطر على عدة قرى في ريف تل أبيض بعد اشتباكات مع وحدات الحماية الكردية، في حين قالت حملة الرقة تذبح بصمت إن التنظيم فجر أمس جسر المشبونة شمال قرية كبش لإعاقة تقدم وحدات الحماية في مدينة الرقة. ولمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف الناطق باسم حملة الرقة تذبح بصمت محمد الصالح. سيد محمد، ضعنا في تفاصيل التقدم الذي أحرزه التنظيم في ريف تل أبيض. بالنسبة للتقدم الذي حققه تنظيم داعش خلال الفترة الماضية، التنظيم هو لم يحرز تقدما في المناطق التي خرجت عن سيطرته بالفعل، بل إن المنطقة الفاصلة ما بين المناطق التي سيطرت عليها وحدات الحماية الشعبية الكردية بالإضافة إلى فصائل الجيش الحر ومدينة الرقة باتت هناك العديد من القرى هي غير لا يتواجد بها عناصر للتنظيم، وبالمقابل يتواجد بها عناصر للقوات المشتركة. التنظيم بدأ بنشر عناصره وقواته بتلك المنطقة ومحاولا أيضا رفع معنويات مقاتليه بأنه يحرز تقدما في مجال السيطرة. النقاط التي باتت نقاط الاشتباك هي مدينة عين عيسى في جهة الغرب، الشرقراق جنوب تل أبيض، بالإضافة إلى الوصول إلى مشارف منطقة خنيز، بتفجير التنظيم جسر المشبونة القريب من منطقة كبش. في حال استطاعت القوات المشتركة عبور تلك النقطة فهي تصبح على مسافة أقل من 30 كيلومتر عن مركز مدينة الرقة. نعم، طيب، ذكرتم أن وحدات الحماية الكردية ارتكبت انتهاكات جديدة بحق أهالي القرى في ريف الرقة، لو تحدثنا أكثر عن هذه الانتهاكات. بالنسبة للانتهاكات، إلى اليوم الرابع على التوالي تمنع وحدات الحماية الشعبية الكردية وتفرض حظر للتجوال داخل مدينة تل أبيض منذ قيام بعض عناصر داعش بارتكاب مجزرة بمدينة عين العرب كوباني، حظر للتجوال، إغلاق المحلات بشكل قصري، كذلك منع أهالي مدينة سلوك لليوم السادس عشر على التوالي من العودة إلى منازلهم وقراهم، على الرغم أن المنطقة مسيطر عليها منذ
فترة بعيدة من الزمن وصلت زوارات إلينا معلومات أن وحدات الحماية تقوم بعمليات نهب وسلب جماعية لمدينة سلوك التي تعتبر ثاني أكبر مدينة في الريف الشمالي، يقومون بتكسير المحلات، نهب منازل الأحياء ونقل تلك المسروقات باتجاه مدينة رأس العين بشكل منظم، ومنع الأهالي من العودة إلى تلك المدينة لكي لا يقفوا على تلك الجريمة. أيضا في الريف الغربي هنالك العديد من القرى أيضا تمنع القوات المشتركة عودة الأهالي لتلك القرى، منها قرية أم الهوى والخوثة في ونطا، قرية الثورة، الأحمر، فزقانة، جاري عبدي، والعديد من القرى ريفة الأبيض الغربي. سابقا كانت الوحدات تضع أعذار أن تلك القرى تقع بالقرب من نقاط اشتباك، لكن في الوقت الحالي أقرب نقطة اشتباك عن القرى التي تمنع وحدات الحماية الشعبية الكردية عودة الأهالي إليها تزيد عن 50 كيلومتر. طيب محمد، أريد أن أسألك، لماذا تقوم الوحدات الكردية بهذه التصرفات؟ هناك عدة عوامل، بعضها يعود إلى أن بعض عناصر وحدات الحماية الشعبية الكردية يرغبون بالقيام بردة فعل عما جرى لهم سابقا من تهجير تنظيم داعش لقرابة 300 قرية كردية أثناء الهجمة على مدينة كوباني. يتهمون بعض أهل القرى بأنهم كانوا موالين للتنظيم أو مشتركين بالتنظيم، علما بأن غالبية ريف الرقة ليس هنالك من انتسب لصفوف تنظيم داعش. كذلك تقوم الوحدات أيضا بعمليات النهب لتلك القرى لتعويض الأموال والأغنام والمسروقات التي سرقت من أهالي تلك القرى. بعض تلك القرى هي قرى مختلطة ما بين عرب وكرد، تمنع الوحدات عودة سكان العرب إلى القرى المختلطة، وجعلت بعض تلك المنازل هي مقرات تابعة للوحدات. نعم محمد الصالح، الناطق باسم الرقة تذبح بصمت، شكرا جزيلا لك. تجددت المعارك اليوم الأحد في مدينة الحسكة بين تنظيم الدولة من جهة وقوات الحماية الكردية وقوات النظام من جهة أخرى. وقالت مصادر مقربة من تنظيم الدولة إن مقاتلي التنظيم سيطروا على المدينة الرياضية في الحسكة، وذلك بعد يوم من سيطرتهم على فرع الأمن العسكري وأجزاء من بلدة تل براك. وفي غضون ذلك قصفت قوات النظام حي جويران بالبراميل المتفجرة، حيث تركز القصف على محيط شركة ساتكوب للمحروقات دون أنباء عن وقوع ضحايا. إلى ذلك أفادت مصادر إعلامية بأن تنظيم الدولة فجر دراجة مفخخة قرب مقر لقوات الحماية الكردية في مدينة رأس العين، ما تسبب بإصابة 3 أشخاص. إنسانيا، يعاني النازحون من مدينة الحسكة أوضاعا معيشية صعبة، حيث منعتهم قوات حماية الكردية من دخول مدينتي القامشلي والدرباسية إلا بعد إحضار كفيل، ما دفع الكثير منهم بالعودة إلى مدينة الحسكة التي تشهد اشتباكات داخلها. أصدر فيلق الرحمن العامل في الغوطة الشرقية بيانا حول الأحداث الأخيرة التي جرت في بلدة حمورية بين أهالي المدينة وعناصر من الفيلق، وأدت لاستشهاد مدني برصاص أحد العناصر. واستنكر الفيلق في بيانه الهجوم على منزل قائده والتعدي عليه بالضرب من قبل المتظاهرين، كما أكد البيان على أن فيلق الرحمن يرفع الأمر للقضاء للفصل فيه. من ناحيتهم، أصدر أهالي بلدة حمورية بيانا وضحوا فيه ملابسات الحادث والاجتماع الخاص بتشكيل محكمة شرعية لمحاسبة المتورطين بإطلاق النار، يضم ممثلين عن الأهالي وقيادات من جيش الإسلام والاتحاد الإسلامي لأجناد الشام. هذه النشرة متواصلة معكم مشاهدين الأكارم، وفيها بعد فاصل قصير ابقوا معنا. بعد دخولهم إلى قاعة الامتحان، طلاب الشهادة الثانوية السورية في تركيا يفاجؤون بأسئلة معظمها من خارج مقررهم. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن بلاده لن تسمح مطلقا بقيام دولة كردية في سوريا.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا. قالت حركة أحرار الشام في بيان لها إنها فصلت القائد العسكري لقطاع جنوب دمشق أبو علي نصار، بالإضافة للمجموعات العاملة في حي التضامن ومخيم اليرموك. وذكر البيان أن أبو علي نصار رفض الأوامر الخاصة بقتال تنظيم الدولة أثناء اقتحام الأخير لمناطق جنوب دمشق وخصوصا مخيم اليرموك. وكان تنظيم الدولة حاول السيطرة على مخيم اليرموك وحي التضامن جنوب دمشق قبل 4 أشهر، وخاض معارك عنيفة مع ثوار المخيم. أصيب طلاب شهادة الثانوية السورية في تركيا بخيبة أمل أمس بعد تقدمهم للامتحان المعياري المعتمد لقبول الطلاب السوريين في الجامعات التركية، حيث فوجئ الطلاب خلال الامتحان بأن معظم الأسئلة وضعت من خارج المقرر المتفق عليه، ما أثار غضب الطلاب والمدرسين السوريين في تركيا، فيما أطلقت دعوات طلابية لتنفيذ اعتصامات غدا احتجاجا على أسئلة الامتحان ومطالبة بإعادته. وللوقوف أكثر على هذا الموضوع معنا عبر الهاتف محمد صالح أحمد، مدير مكتب معاون وزير التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة. مرحبا بك أستاذ محمد، بداية بصفتك مسؤول في وزارة التربية والتعليم في الحكومة المؤقتة، أسألك لماذا جاءت الأسئلة من خارج المقرر الذي أبلغتم به الطلاب؟ حياكم الله. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للمقرر، طبعا نحن كان في عندنا بنك أسئلة تم تسليمه إلى الحكومة التركية لوزارة التربية. السبب نحن ليش تم التسليم، قررت الحكومة التركية عبر قرار منظمة اليوك أو مجلس التعليم العالي بإقامة ضرورة إقامة امتحان معياري للطلاب السوريين الراغبين بالالتحاق إلى الجامعات التركية. طبعا أبلغتنا الحكومة التركية بشهر الثاني أنه لضرورة عمل هذا الامتحان. تم التنسيق ما بين الوزارتين، تشكيل لجان لوضع الأسئلة واختيار المنهاج المحدد. تم تسليم الحكومة التركية بنك لهذه الأسئلة لجميع المواد. اللي واضح العام، اللي واضح الأمس اللي بالاختبار، ألا وهو الأسئلة الجزء اللي أجا منها من الامتحان أو من الشيء اللي مسلم هو جزء لا بأس به، لكن تم اعتماد الطالب اللي دارس بكالوريا، معناتها لازم يكون دارس 10 و11، فجابوا أسئلة من الصف 9 و10 و11. هذا اللي سبب سوء للطلاب، أنه في طلاب أغلبهم نتيجة الحرب وقدوما إلى تركيا لم يكونوا دارسين الصف 10 ولا 11، وبالتالي فشل الطلاب في الاختبار هذا أو في الإجابة على هذه الأسئلة. نعم. طيب سيد محمد، يعني هل أنتم كنتم على علم بأن وزارة التربية التركية لن تلتزم بالمقرر من المنهاج السوري؟ لا أكيد لا، نحن لأنه حسب الشيء اللي أبلغونا إياه طلبت منا الوزارة التركية أنه نسخ لكتب البكالوريا، بالإضافة إلى أبلغونا وهذا الشيء موجود في الدليل الامتحاني، ألا وهو أنه سيكون هناك إجراء امتحان معياري وفق مفردات المنهاج السوري للصف 12 اللي هو منهاج البكالوريا. طيب إذن برأيك لماذا لم تلتزم الوزارة التركية بما اقترحتموه من المقرر؟ الرأي عندهم أنه نحن جبنا أسئلة أسهل مشان الطالب يحل أكثر. طبعا هذه ردة فعل سببت إحراج للجميع، على وهو أنه هني برأيهم الطالب اللي وصل للبكالوريا بحل 11 بحل 10، لكن راح عن بالهم أنه الطالب اللي وصل إلى البكالوريا لربما نتيجة الحرب عندنا لم يدرس 10 ولم يدرس 11، هذا هو السبب. يعني برأيهم اختصروا للطالب أو أفادوا الطالب، لكن هذا أجا ردة فعل عكسية للطالب. يعني لا شك أن الذي أصاب الطلاب هو أمر كبير وجلل، لكن ما هي الإجراءات التي اتخذتموها بعدما حصل أمس؟ هل تواصلتم مع وزارة التعليم التركية مثلا؟ بصراحة وزارتنا حرصا على شكلت لجان علمية من كوادر مختصة ستقوم غدا الساعة 11 صباحا بدراسة كافة الأسئلة الامتحانية وكافة المواد للوصول لتقرير علمي طبعا يبين وضع هذه الأسئلة من حيث طبيعتها، انتظامها، لمفرداتها، ملائمتها للامتحان، ملائمتها للاختبار السوري. هذا التقرير غدا سيرفع
إلى وزارة التربية التركية، وبالتالي كمان في عندك أنت قرار أنه الحكومة التركية قبل بداية الامتحان كانت مقررة إذا في أي اعتراضات تراعي في هناك إمكانية لاعتراضات ونقل هذه الاعتراضات عبر الموقع الإلكتروني اللي حاططه الحكومة التركية، تجرى يتقدم الطالب بهذا الاعتراض برقمه واسمه ودفع 20 ليرة عن طريق البنك. يعني نعم، الطالب يعني يجب أن يقدم اعتراض لوزارة التربية التركية أم لكم؟ لا، الاعتراض لوزارة التربية التركية، الامتحان قامت فيه وأشرفت عليه وكل مقوماته كان عن طريق الحكومة التركية، وزارة التربية التركية. نعم، طيب، يعني أطلقت دعوات طلابية لتنفيذ اعتصامات مطالبة بإعادة الامتحان المعياري. برأيك أستاذ محمد، برأيك هل من الممكن أن توافق وزارة التربية التركية على إعادتها؟ أخي لا نستبق الأمور، نحن ننتظر بالغد قرار اللجان المختصة وثم نناقش الحكومة التركية وزارة التربية التركية. أتوقع الاعتصامات قد لا تؤتي أكلها، لكن لربما الكلمة الطيبة والتزام طلابنا بيكون هو الأفضل في هذه الحالات. إذن حتى هذه اللحظة يعني لم تتواصلوا مع الأتراك؟ تواصلنا مع الأتراك وقالوا لنا أي اعتراض يتم عن طريق الصفحة المحددة لنا، لكن أنتم ادرسوا الأسئلة، وهذا الكلام أنه نحن ندرس الأسئلة لجان مختصة ونرسل لهم تقرير شامل عن هذه الأسئلة بإذن الله تعالى. وما هي النتيجة المرجوة كجواب أخير أستاذ محمد؟ ما أدري أنا، يعني هلأ يجي لك سيكون هناك إعادة امتحان، أما نتيجة القرار اللي بكرة بده يكون من اللجان. يعني هلأ أنت في عندك نوعين من الطلاب، منهم الطلاب قالوا هذه الأسئلة سهلة، طبعا أنا أقول لك هذه الأسئلة سهلة لمن درس العاشر والحادي عشر وكان طالب منتظم، أما إذا الطالب ما كان منتظم لقى فجوة عنده. فلذلك هناك نوعين من ردود الأفعال، ردود إيجابية وردود سلبية. نحن الآن نقيم عملنا بكرة الساعة 11 صباحا أنه هل يترى هذه الأسئلة بمتناول جميع الطلاب أو النسبة العظيمة الكبرى من الطلاب أم لا. نعم، شكرا جزيلا لك محمد صالح أحمد، مدير مكتب معاون وزير التربية، شكرا لك مرة أخرى. قال المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إن البراميل المتفجرة تلقى فقط من طائرات النظام ضد المدنيين في سوريا. وأضاف دي ميستورا في رسالة مسجلة أنه على الرغم من استخدام فصائل المعارضة المدافع محلية الصنع غير الدقيقة، إلا أن البراميل المتفجرة تظل الأكثر فاعلية في قتل المدنيين بصورة وحشية. من جانبها قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامانثا باور إن كلمات المجلس باتت مثيرة للسخرية بسبب استمرار استخدام النظام للبراميل المتفجرة، فيما تشدد روسيا على أن أي تحرك أممي لوقف البراميل المتفجرة يجب ألا يقوض مساعي النظام في مكافحة الإرهاب حسب تعبيرها. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لن تسمح مطلقا بتأسيس دولة كردية على حدودها الجنوبية في شمال سوريا. وأعرب أردوغان في كلمة له عن استيائه من تقدم وحدات الحماية الكردية في سوريا، مؤكدا أن تركيا لن تغض الطرف عن مواصلة تغيير التركيبة السكانية في سوريا على يد وحدات الحماية. تأتي هذه التصريحات وسط اتهامات للوحدات الكردية بتهجير العرب والتركمان من قرى ريف الحسكة والرقة، كان آخرها ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، فيما يواصل حزب البيدي نفي حدوث أي تطهير عرقي في المنطقة. لم تقتصر أضرار البراميل المتفجرة التي تستهدف يومياً أحياء حلب على البشر والحجر، وإنما طالت الحيوانات، وأسفر سقوط برميل متفجر يوم أمس على حلب القديمة إلى نفوق عشرات العصافير. لنتابع التقرير التالي. سقوط برميل في حلب القديمة، كان في شيء 300-400 عصفور على السجرة، هدول اللي حسنا نلمون، وفي ما تبقى كله قطع روس، حسبنا الله ونعم الوكيل. نطالب مجلس الأمن اللي ما برقف لحقوق الإنسان، إذا كان برقف لحقوق الحيوان
فمثل ما انتم شايفين العصافير في سوريا يعني مجزره. اذا كان الانسان كنهر دماء كنهر ما حدا بغى يسال، صار الدم تشرب مي، ما حدا كل دول العالم ما عم يسالوا. طالب مجلس امن اوباما بابا اوباما العصافير في سوريا هيك عم يصير فيهم، طلع رؤوس العصافير. طالب بابا اوباما بابا اوباما مجلس امن اللي ما راح يتحرك الا هو بس شظاير برامي. شوف لمينا شو 45 عصفور، طلع مو حرام هدول الزنبور حيوانات كانوا على سجرة التوت امين في شهر رمضان، ايش ذنبنا عصافير حيوانات صاروا شقف. هي قصتنا كل يوم في حلب قضيبه، حسبنا الله ونعم الوكيل. يوم قصتنا مع العصافير كنهار نتسبب بني امين. انا لله وانا اليه راجعون. ناموا حبيباتي ناموا ناموا وارتاحوا مبشر الله بسمي. ناموا حبيباتي ناموا، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ختام النشرة مشاهدينا، وإليكم تذكيرا بأبرز عناوينها. براميل النظام توقع مجزرة بحق عائلة كاملة في حي الهلوك بحلب يوم أمس بالتزامن مع أذان المغرب. تنظيم الدولة يتقدم في مدينة الحسكة وريف رقة خلال المعارك مع وحدات الحماية الكردية. وحدات الحماية الكردية تستعيد السيطرة على مدينة عين العرب كوباني بالكامل بعد أيام من تسلل عناصر من تنظيم الدولة إليها. بهذا مشاهدينا الأكارم نكون وصلنا لنهاية النشرة لهذا اليوم. نشكركم دائما على حسن المتابعة. رمضان كريم.